وبسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. ازيكم يا أحبابي، عاملين ايه؟ النهاردة طبعا هنتكلم عن قصة إسلام سيدنا عمر، من البداية خالص للنهاية، من بداية ما بدأ الإسلام. أول ما بدأ الإسلام وسيدنا محمد كان حبة كتير، يعني حبة حوالي مثلا 40 شخص تقريبا، كانوا بيتجمعوا في بيت الأرقم ابن أبي الأرقم، وكان سيدنا محمد كان بيقول التعاليم بتاعته ليهم، وكان بيعلمهم تعاليم القرآن والشريعة والحاجات اللي أنزلت من الله سبحانه وتعالى على سيدنا محمد. فكان سيدنا عمر كان بكل شوية يشوف واحد دخل في الإسلام، واحد دخل في الإسلام، فكان يتغاظ جدا، لأن هو كان لسه مشرك، وكان يعني كان قوي، كان قوي البنية وما كانش بيخاف حد. فالمهم كل ما شويه يلاقي واحد دخل في الاسلام فاتغاظ قوي، قال لازم ان انا ايه اوقف موضوع انتشار الاسلام ده قبل ما يعني ما خلاص كل الناس تخش في الاسلام ويخرجوا عن دينهم. فكان حتى كل اللي كان من اتباعه اللي هم عارفينه اللي اسلم كان بيخفي اسلامه عنه، ما كانش بيقول له ان هو اسلم، وما كانش بيقول له، وحتى اخته اقرب الناس له. فالمهم خرج في يوم من الايام سيدنا محمد، كان رايح بيت الارقم كالعاده يعني علشان يقعد مع الصحابه، فسيدنا عمر كان ايه يمشي وراه، يمشي وراه، فكان سيدنا محمد اتضايق قوي. فبعدين قال له ليه يا عمر، يعني انت ماشي ورايا ليه؟ يردش على سيدنا محمد. فسيدنا محمد فضل ماشي في طريقه، وبعدين راح على الكعبه، وقام كبر تكبيرة الصلاة وبدأ في الصلاة، وبدأ في سورة إيه الحاقة، بدأ في سورة الحاقة، الحاقة ما الحاقة. فهو سيدنا عمر واقف يستمع الكلام اللي هو بيقوله، فسيدنا عمر سمع كلام فقام قال إيه إنه شعر. أما سيدنا محمد قال في التلاوة في السورة بتاع الحاقة وما هو بقول شاعر، يعني في الآية، يعني في الآيات. فأما سيدنا عمر قال لي يبقى ده كاهن، قال له وما هو بقول كاهن، سيدنا محمد بيقرأ في الآيات وسبحان الله ربنا بيوفق السؤال وراه الإجابة على طول. فسيدنا عمر فضل يسمع الكلام للآخر، والله ما هذا بقول بصر. وبعدين حبة حبة كده بدأ قلبه يرق، حبة حبة كده قال الكلام حلو نزل على قلبه كده، يعني نزل على قلبه كده كأنه إيه هيفكر فيه الكلام ده، فعلا كلام انسان ولا مش كلام انسان، كلام بشر ولا مش كلام بشر. المهم هو رجع فلقى واحده راحه تشتري حاجه، الواحده دي بتجري بسرعه بسرعه، لما كمان وجد لقت سيدنا عمر مقابلها على اول الطريق، فبقى تجري تجري تجري. قام نادي لها ليه بتجري، انت ليه بتجري؟ قالت له بفر من بديني منك يا عمر. قال لها دينك؟ قالت له اه الاسلام، انا اسلمت وزوجي كمان أسلم. فقال لها إيه المقولة المشهورة بتاعت سيدنا عمر، اذهبي بدينك، اذهبي وانطلقي إلى الله، اذهبي وانطلقي إلى الله. المهم روحت البيت، رجعت قامت حكي لجوزها اللي حصل، قالت له ده أنا قابلني عمر كذا 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 وقلت له إن أنا أسلمت، فقال لي الكلمة اللي هو قالها لي وما وبخنيش ولا شتمني ولا زعق فيا ولا اي حاجه، والله ان ارى ان الاسلام بدا يدب في قلب عمر. الله والله لو اسلم حمار الخطاب ما اسلم عمر، ودي برضو مقوله مشهوره. فيعني هم كانوا متاكدين ان سيدنا عمر عمره ما هيأسلم، عمره ما هي قلبه هيرق للاسلام، كان من قوته القوة بتاعته كانت بتبان ان هي قسوة، لكن هو ما كانش قاسي، ده هي قوة، يعني القوة ديت كانت قوة على ماله، على دينه اللي هو كمان قبل الإسلام، على عرضه، فالكل كان بيخاف منها على انها هي ايه، يعني قلب جامد او قلب ما بيحب، يعني ما بيخافش. المهم يعني الست قامت قايلة لجوزها لا انا متاكده ان عمر هيأسلم، انا شايفه كده قلبه وعينيه كده غير ما انا شفتهم قبل كده. ودي الحاسه السادسه عند الست، يعني الست لما بتحب
تعرف حاجة أو تشوف حاجة أو تفهم حاجة، بيقولوا دي الحاسة السادسة. المهم سيدنا عمر لقى الناس كتير بتخش في الإسلام، لقى الناس اللي قدامه واللي من وراه، وخصوصا كمان الموالي اللي هم العبيد يعني. فخلاص عزم الأمر بقى إن هو لازم يقتل مين؟ سيدنا محمد. فأخذ سيفه وماشي بقى في الطريق علشان يروح يقتل سيدنا محمد. فالمهم قابل واحد اسمه نعيم العدوي، قال له إلى أين يا عمر؟ قال له أنا رايح أقتل محمد. قال له وأهل محمد هيسيبوك؟ ده هو ليه عزوة وليه أهله وعشيرة مش هيسيبوك. قال لهم سأقتله. قال له أنا هقتلهم. قال له هتقدر عليهم لوحدك يا عمر؟ قال له لأن أنا لقيت الناس كلها بتسبق بالآلهة وبيخشوا في دين محمد، فأنا لازم أوقف الموضوع ده. قال له طب روحي وقف بيتك الأول، يعني روح شوف أختك الأول، هي وزوجها أسلمت. قبل ما تروح تقتل محمد روح اقتل اختك وجوزها او شوفهم هم اسلموا ليه وافهم منهم. اما انطلق سيدنا عمر الى بيت اخته، لقى اخته هناك وزوجها، بالمناسبه اسمه سعيد بن زيد وهي فاطمه بنت الخطاب. المهم ذهب لقى واحد اسمه الخباب، هو كان مولى كان عبد يعني. فالمهم ايه، هو كان بيعرف القراءة والكتابة، فكان معاها رقعة كده مكتوب فيها قرآن وكان قاعد يقرأ لهم القرآن. فقام سأل زيد أنت بتعمل إيه؟ وإيه الرقعة اللي أنت بتقرأها دي؟ أصبأت بالآلهة؟ وقام نزل فيه ضرب لغاية ما الدم خر من وجهه. فقامت أخته فاطمة شدت سيدنا عمر من على أخوه من على زوجها وقالت له يعني ما تضربوش وكده. فقال لها أصبأت أنت الأخرى بالآلهة؟ وقام لاطمها بالقلم. فقالوا ان الحلق بتاعها شق يعني قطع ودنها وبقى سايل منها الدم ومن بقها. فاما هو كان بيحب اخته دي قوي، فرق سيدنا عمر لما لقى وجه اخته كده فيها دم، والرقعه وهو من شده الخبطه الرقعه اللي كانت في ايدها اللي فيها القران وقعت منها على الارض. فقام سيدنا عمر وطى عشان يمسكها، قالت له ويحك يا عمر لا يلمسه الا المطهرون. فالمهم قام واخد الرقعه وقام ماسكها وقام قاري بسم الله الرحمن الرحيم. فقال لا، اول ما قرا بسم الله الرحمن الرحيم وجد في قلبه شيء كده غريب، فقال لا الموضوع بقى لازم ان هو يتطهر فعلا ويروح يغتسل ويجي يقرا بقيه الرقعه. راح تطهر فقرا الصوره، وهي كانت الرقعه مكتوبه فيها صوره طه. مهم لما سيدنا عمر قرا الرقعه اللي مكتوب فيها القرآن، أم قايل إيه؟ ما هذا بقول بشر، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. طبعا فرحت أخته وزوجها والخباب، فسألوا فين الرسول عليه الصلاة والسلام. طبعا فين الرسول، فين محمد؟ قال له في بيت الأرقم ابن أبي الأرقم، بيقول تعاليم ديننا الإسلام يعني للمسلمين الجداد. فذهب إليه فطرق الباب، فلما ترك الباب دخل اللي هو اللي وقف على الباب، قال له يا رسول الله عمر بن الخطاب. طبعا الناس اللي قاعده هاجت وماجت، واللي وقف واللي قعد واللي خاف واللي اترعب وخايفين من عمر، لان هم كانوا عارفين ان هو ما كانش عنده تفاهم في الحق يعني. فقام سيدنا حمزه بن عبد المطلب قال له يا رسول الله اذا جاء بالخير فهو خير، اذا جاء بالشر فانا له. طبعا اسد الله، طبعا اسد الله سيدنا حمزه بن عبد المطلب وعم الرسول عليه الصلاه والسلام، وكان بيدافع على الدين بكل جوارحه. المهم دخل سيدنا عمر وقال له، اما وقف ام قال له الرسول عليه الصلاه والسلام ماذا جاء بك يا عمر؟ اما سيدنا عمر رد على سيدنا محمد وقال له والله ما جئتك الا وانا مؤمن بالله ومؤمن برسالتك ومؤمن بانك رسول الله، اشهد ان لا اله الا الله واشهد انك يا محمد رسول الله. طبعا من فرحه اللي هم حوالين الرسول عليه الصلاه والسلام كبروا تكبيره تسمع اهل السماء والارض من شده التكبيره بتاعتهم. انتوا عارفين لما الواحد بيكبر بحماس وبفرحه ما بيبقاش حاسس صوته عالي قد ايه، فمن كتر التكبيره الصوت بقى يزلزل الارض زلزال. وبعدين سيدنا عمر قال له لماذا انتم مختفين او متخبيين؟ يعني احنا انتم متخبيين ليه بدعوتكم؟ انتم على الحق ام على الباطل؟ فقام سيدنا محمد قال له نحن على الحق يا عمر. قال له طب لماذا نحن نختبئ؟ هم اللي يختبئوا لان هم اللي على الباطل.
المهم قال له: وما رأيك يا عمر؟ قال: والله لنذهب إلى الكعبة ونعلن إسلامنا جميعا. قال له: الرأي رأيك يا عمر. وقام سيدنا محمد، قاموا خارجين من البيت 20 20، هم كانوا 40 واحد، خرجوا من البيت 20 20، 20 الأولانيين يقودهم سيدنا حمزة، وال20 التانيين يقودهم سيدنا عمر. والرسول عليه الصلاة والسلام في، يعني هو موقف حلو حلو، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام في الوسط. بصوا تخيلوا المنظر الجميل، 20 والقائد أسد الله، و20 والقائد الثاني سيدنا عمر، والرسول في النص. يا أجملهم المشهد، يعني أتمنى كنت أنا أراه. المهم ذهبوا إلى الكعبة، وقاموا مكبرين تكبيرة برضو زلزلت بين السماء والأرض. وقام سيدنا عمر أعلن إسلامه، كلهم قالوا وراه وأعلنوا إسلامهم. وقال: اللي ليه حاجة عندي يجي ياخدها مني أو يقتص مني، اللي مش عاجبه إسلامي أو عايزني ما أكونش مسلم يجي يكلمني ويقتص مني. المهم طلع على أعلى حتة في جنب الكعبة، وقام أعلن إسلامه، وقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. وراح لعمرو بن هشام وخبط على بابه وقال له: أنا أسلمت. وراح لأبو سفيان وقال له: أنا أسلمت. في بيوتهم، وبقى يلف على اللي كانوا بيعذبوا المسلمين قبل ما يسلموا، اللي كانوا بيعذبوا المسلمين، وقال لهم: انا اسلمت واعلنت اسلامي ودخلت الاسلام من اليوم. المهم طبعا هم حصل لهم خيبه امل، حصل لهم زي صدمه ان ده ازاي عمر يخش الاسلام بجرأته وبقوته. المهم سيدنا عمر بقى مبسوط جدا. ومن فرحته قوي بقى عايز بقى يجري على البيت بتاعه بسرعة بسرعة، عشان ايه؟ يعلن اسلامه، وعلشان كمان يخلي اهله يسلموا معاه. المهم ذهب، وبعدين قابله مين؟ سيدنا عبد الله بن عمر. قال له: يا عبد الله، انا ايه اسلمت ودخلت في الاسلام مع محمد. فضحك وقال له: انا معاه يا ابي بقالي سنة، انا معاه بقالي سنة. يعني استعجب، ليه انت، او انت تكره ليا الخير؟ انت من سنه وانت مسلم، ليه ما قلتليش؟ ليه ما ليه ما يعني ما اقنعتنيش بالاسلام؟ ليه ما قريتش عليا كلام الاسلام على الاسلام؟ قال له: انا اسلمت يا ابي، وكنت طبعا خايف من كلامك لانك ما كنتش بتحب الاسلام. وبكده يبقى انتهت قصتنا، يا رب تكون عجبتكم، ويا رب اكون قلت حقائق، لان انا سمعها من شيوخ كبار وقريها في كتب. فأنا بجمع لكم المعلومات الحقيقية. وكده يبقى أنا خلصت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.